لماذا يرفض أحمد فهمي الإنجاب رغم زيجاته المتكررة؟ أحمد فهمي ظهر مؤخراً مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج أب توكس، تطرق خلال الحديث للعديد من الأمور في حياته الشخصية، كان من ضمنها عدم إنجاب أي أطفال حتى الآن، خاصة وأنه خاض تجربة الزواج 3 مرات كان آخرها من الفنانة الشابة هنا الزاهد. أكد فهمي أن الأطفال أخطر شيء من الممكن التعامل معه في الحياة، وقال إن من عمر 1 سنة وحتى 10 سنوات هي أهم مرحلة، لأن الطفل يتأثر كثيراً بكل ما يحدث خلال هذه الفترة من عمره، وعندما يصل لعمر الشباب يتأثر بكل التجارب والمواقف التي عاشها في هذه المرحلة. لذلك في زيجات أحمد 3 كان تأجيل الإنجاب دائماً خوفاً على صحة الأطفال النفسية. أحمد تحدث عن طفولته وأكد أنه عاش أموراً سلبية عديدة، وأكد أن الأصعب في طفولته كان الحب المشروط والمقارنة مع الآخرين. وفي أحاديث سابقة أكد فهمي أنه يرى عائلته تفضل أخاه كريم فهمي، وصف فهمي طفولته باسم لا تراجع ولا استسلام، وذلك لأنه كان يعيش في منطقة شعبية ويذهب لمدرسة مميزة في نفس الوقت، فكان من الضروري أن يخلق لنفسه شخصية تتماشى مع كل الفروق والعقليات التي يقابلها في يومه. من المواقف التي أثرت في حياة أحمد فهمي هي انفصال والديه في بداية شبابه، ووصل الأمر بأنه كان واحدا من الشهود على عقد الطلاق. أحمد فهمي كشف سرا خطيرا على حالته الصحية والنفسية، وأكد أنه يعاني من اضطرابات قلق تصل لنوبات ذعر، واضطر لزيارة طبيب نفسي، وذلك لأن الأمر يتسبب في مشاكل وآلام بالمعدة. وخلال الفترة الماضية بدأ في رحلة العلاج حتى يتخلص من هذه المشكلة.